الماضية لمسنا تطور تفعيل في الوضع الثقافي في طول كلام. يعني هناك من رحل عن هذه الدنيا والذين دائما تذكر أسماءهم بأحرف من نور ونار، أمثال الكرمي وأبو سلمى وعبد الرحيم محمود، وأيضا يعني هناك عدد كبير من المثقفين والأدباء في كافة المجالات كان لهم باع طويل خلال الفترة الماضية في رفض الحركة الثقافية الفلسطينية، وعندما نستذكرهم نشعر بالفخر والاعتزاز. يعني يحق لهذه المحافظة يعني أن تفتخر اليوم وأن تكون سعيدة بإطلاق مشروع بناء قصر ثقافي ليكون أحد المنارات المهمة في فلسطين وفي محافظة طول كرم لرفض الحركة الثقافية الفلسطينية، وإن شاء الله سيشهد أبناء المحافظة بناء هذا الصرح الكبير الذي سيكون يعني منارة نعتز ونفتخر بها، وسيكون يعني علما بارزا في محافظة طول كرم لرفض الحركة الثقافية الفلسطينية بكل ما هو مطلوب في المرحلة القادمة لمواجهة يعني التحديات الكبيرة والجسام الملقاة على كاهل شعبنا الفلسطيني. قصر الثقافي يأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبلدية طول كرم، يقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، ويقام على ما مساحته 5.5 دنومات أو حوالي 6 دنومات إلى ربع. تم شراء الأرض أيضا بالتعاون مع وزارة بدعم من وزارة المالية وإلها من مخصصات وزارة الثقافة، وهذا المشروع يأتي في سياق تطوير أو إنشاء قصور ثقافي مختلفة في جميع أنحاء الوطن وفي المحافظات أو المدن الرئيسية للمحافظات. هذا المشروع أيضا يأتي لتطوير النوع من العلاقة ما بين محافظة طول كرم وإخواننا في منطقة 48 لقربهم من المدينة والمحافظة، ولتشجيع التواصل الثقافي والاجتماعي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا حقيقة، ولكن لتعزيزها ما بين إخواننا في 48 وأبناء محافظة طول كرم. مشروع قصر الثقافي في طول كرم أولا هو حاجة ماسة لأهالي طول كرم كمدينة وكمحافظة، في ذات الوقت كرس وعزز العمل الشراكة والتعاون والتنسيق ما بين كذا جهة حكومية وغير حكومية. فعندنا طبعا وزارة الثقافة مع بلدية طول كرم مع بنك الإنماء الكويتي الثلاث شركاء في توفير سواء بالقضايا المالية والقضايا الفنية لتشييد هذا القصر اللي احنا بنأمل فيه انه فعلا يزيد ويعمق الحراك الثقافي. وانا بقول فعلا طول كرم هي تستحق هذا القصر لاعتبار انها هي زاخرة بالانتاج الادبي والفني وايضا بالمثقفين والادباء. فقبل دقائق كنا مع وسط واسع من الادباء والمثقفين اللي فعلا ساهموا في تعزيز وتكريس الثقافة الوطنية الفلسطينية، فنأمل أنه هذا القصر راح يزيد من الحراك الثقافي. أنا أعتقد أن المثقفين حتى لا يذهبوا في غيب الأزمنة كان على إلزاما على بلدية طول كرم والهيئات المحلية الأخرى أن تقوم بأعمال ريادية في سبيل المحافظة على الثقافة الوطنية والعمل على تنميتها ونشرها. فجاء تأسيس هذا القصر، أنا أسميه قصرا وليس مركزا، فجاء تأسيس هذا القصر الثقافي لكي يرعى الثقافة الوطنية الفلسطينية ويأخذ بيد المواهب إلى شق طريقهم في مستقبلهم الحياتي والثقافي. وأصلا فكرة قيام مركز ثقافي في طول كرم، هذه الفكرة راودتنا منذ زمن بعيد في الثمانينيات، ولكن شاءت الأقدار أن يبدأ بتنفيذه في الآن بعد مشوار طويل من الصراع على قيام مثل هذا المركز، وكانت معيقات كثيرة تمنع قيام هذا المركز خاصة الاحتلال وأعماله المشينة. في النهاية وصل الفكرة استوت وسوف يقام هذا المركز، وأنا سعيد جدا بإقامة مثل هذا المركز الثقافي الذي سيعمل بكل جد وإخلاص وفي أكثر من اتجاه في رعاية وتنمية وتطوير الثقافة الوطنية ونشرها في ربوع الوطن. من المعروف أن محافظة طول كرم تعرف بالتفوق والنجاح،
واليوم الأدباء والمثقفين في هذه المحافظة عبروا عن سعادتهم بتشييد قصرا للثقافة في هذه المحافظة يتحدى الغزو التكنولوجي. عبد الكريم عودي، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم اليوم.